إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، واحد بلا عدد، ودائم بلا عمد، وقائم بلا عمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد، لا مثيل له ولا ضد ولا ند. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخي المسلم، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من سائل عند الصباح بقصره وعند المساء كان من ساكن القبر. فداوم على تقوى الله الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، بالخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل.
Louange à Allah, nous le louons, nous recherchons son aide, ainsi que sa bonté et son pardon. Celui que Allah guide, personne ne pourra l'égarer, et celui que Allah égare, tu ne trouveras personne pour le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'il est le Dieu unique, Allah, et qui n'a pas d'associé, ni de semblable, ni d'équivalent, ni d'opposé. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Et je témoigne que notre mère, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont esclaves, ils sont messagers. Il a été envoyé à l'humanité entière. Et il a bien accompli sa mission et il a bien transmis le message. موضوع خطبتنا اليوم هو التحذير من شرب الخمر والمخدرات والوشم. Le sujet de mon discours aujourd'hui concerne la mise en garde contre l'alcool, les drogues et les tatouages. يقول الله تعالى في القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويقول أيضا وتلك حدود